طفلة يمنية عندها 9 سنين، الأساطير بتقول إن الجن خطفها لمدة سنتين، وخلال السنتين قدر يديها قوة خارقة. من خلال القوة دي بتقدر تعالج أصعب الأمراض، وفعلا عالجت أمراض كتيرة جدا، بس بعد كده اختفت. 2013، الطفلة كاسا اليمنية بتظهر في محافظة تعز جنوب اليمن، وبتقلب البلد كلها، وفي خلال شهرين بس اسمها بيتردد في كل أنحاء اليمن. بيجي لها ناس من كل الدول العربية تقريبا، لأن عندها قوة خارقة في علاج الأمراض المستعصية. بيت كاسا بقى وجهة للجميع، لدرجة إنه علشان يجي عليك الدور وتقابلها كانت الناس بتضطر تبات قدام البيت، وبمجرد ما بيقعد المريض قدام كاسا كانت بتعرف نوع مرضه وتشخصه، ودايما كان بيقعد جنبها اخوها اللي اكبر منها شويه، تمليه انواع الاعشاب اللي هيتعالج بيها المريض وازاي يركبها وايه نسبتها بالظبط. ومع كل مريض كان بيخف كانت شهره كاسا بتزيد، والغموض حواليها كان بيزيد اكتر، خصوصا انها كانت بتقابل المرضى بالنهار بس، وتعرف عنها ان اول ما بيجي الليل كانت بتخرج للجبل لوحدها تماما، محدش عارف بتروح فين ولا بتعمل ايه. حتى روايات اهلها كانت دايما مختلفه، شويه يقولوا انها بتنزل بنفسها الجبل وبتختار اعشاب محدش يعرف عنها حاجه وهي الوحيده اللي عارفه فايدتها، وشويه يقولوا انهم على اتم استعداد ان اي جهه طبيه تاخد الاعشاب دي وتحللها، هتلاقي انها اعشاب موجوده في السوق عادي جدا. ده غير انها احيانا بتختفي ما بتقابلش حد خالص، ومرات تانية كانت بتقابل الناس في الشارع وتقعد تتكلم معاهم وتظهر عادي، لحد ما بقت كاسا أسطورة عند اليمنيين. وبيحكوا البعض عن الجن اللي خطفها وهي عندها 2 سنين، وفضلت عنده 2 سنين، ورجعت وهي 4 سنين وعارفة كل الحاجات الخارقة دي. وناس تانية بتقول انها اتولدت في الجبل وربنا رزقها بكرامات وهبات كتير. اما والدها فبيقول ان كاسا وهي عندها 3 سنين كانت بتهتم بالاعشاب والاشجار وبتجمع الاوراق من الجبل، ولما بقى عندها 6 سنين كانت بتعالج الستات المحيطين بالبيت، ولما كملت 8 سنين بدأت الناس تروح لها للعلاج، خصوصا الستات اليمنيين علشان ينجبوا ذكور. اما الرأي الاكبر بيقول ان كاسا بتعالج عن طريق الجن ومش علاج بشكل طبيعي، وان الاعشاب دي مجرد ستار، واستدلوا على ده انها بتعتمد على النظرات فقط علشان تشخص وتعالج المريض، وده مش منطقي تماما. وكانت بتكتب بعض الكلمات الغير مفهومة للناس، الكلمات دي لما اتسألت كاسا عليها بعد كده قالت ان دي انواع معينة من الاعشاب، ونسب معينة من الاعشاب بتتحط على بعض بطريقة معينة هي اللي من خلالها بتقدر تعالج المرضى. الغريب انها في خلال الكام شهر اللي كانت موجودة فيهم ما كانتش بس مشهورة عند المواطنين العاديين، دي كانت مشهورة في المجتمع اليمني كمان المتخصص، عند رجال الدين، عند الدكاترة، عند المتخصصين، وكلهم كان بالنسبة لهم حالة كاسا حالة غريبة جدا وملهاش تفسير. والاغرب ان في مواطنين يمنيين كتير صورت معاهم وسائل الاعلام واكدوا لهم انهم لما راحوا لكاسا البيت وكشفت عليهم بالنظرات بس وديتهم مجموعة مختلفة من الأعشاب إن هم خفوا تماما من كل الأمراض اللي عندهم، وكل الحالات دي اتعالجت كويس جدا. ولما الحالات دي راحت لمؤسسات طبية كبيرة لقوهم فعلا تم شفائهم بشكل كامل. لكن لو جيت دلوقتي تدور على كاسا مش هتعرف اي معلومة عنها، وكأنها ما كانتش موجودة، اختفت فجأة هي وكل الاساطير اللي حواليها زي ما ظهرت فجأة. ولو حد بيتابعني من اليمن ويعرف اي معلومة عن مصير كاسا بعد 2013 ياريت يكتب لي في التعليقات. سلام عليكم.